نشرة منتصف الليل من قناة تناصح نبدأها بالعناوين. سلاح الجو التابع للثوار ينفذ 10 غارات جوية على مواقع ما يعرف بتنظيم الدولة في سرت، وقوات الثوار تتقدم نحو حي 700. مدفعية شورى ثوار بنغازي تستهدف تمركزات قوات مجرم الحرب حفتر في محور الفكعات، وطيران مجرم الحرب حفتر يقصف مواقع تابعة للثوار بمحور القوارشة ومنطقة قنفودة. دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب4 دنانير عن الشخص الواحد. السلام عليكم ورحمة الله. ذكر مصدر إعلامي أن سلاح الجو التابع لقوات الثوار نفذ الأحد 10 غارات جوية، من بينها غارتين بالطائرات العمودية استهدفت آليات وتمركزات لعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة. وكانت الغارات الجوية التي نفذها سلاح الجو استهدفت تمركزات لمقاتلي ما يعرف بتنظيم الدولة في محيط فندق المهاري بمدينة سرت على حد المصدر الإعلامي. يذكر أن قوات الثوار قاموا في وقت سابق بتنفيذ 5 غارات جوية استهدفت آليات وتمركزات تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة وسط مدينة سرت. قال مصدر مطلع بمدينة سرت أن قوات الثوار تتقدم جهة حي 700 والجيزة العسكرية والتي يتمركز فيها عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة. وأشار المصدر أن تقدم الثوار نحو حي 700 والجيزة العسكرية جاء بعدما قصف الثوار بالمدفعية الثقيلة 3 أهداف في محيط المكان. وأضاف المصدر أن 7 قتلى من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة سقطوا الاثنين جراء تقدم الثوار نحو حي 700 والجيزة العسكرية حسب المصدر. كشف علي المحجوب رئيس لجنة توفير الأدوية والمستلزمات المشكلة من قبل حكومة الإنقاذ الوطني، كشف عن توريد شحنة جديدة من المستلزمات الطبية إلى جهاز الإمداد الطبي بمصراتة. وأضاف المحجوب أن شحنة المستلزمات الطبية التي تم توريدها الأحد سيتم توزيعها من قبل جهاز الإمداد على كل من السرية الطبية بالمستشفى الميداني ومستشفى الطوارئ والمستشفيات القروية ومستشفى الأورام بمصراتة. وطالب رئيس لجنة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى الميداني المراكز الصحية بتقديم طلباتها لجهاز الإمداد مباشرة لاستيفاء احتياجاتهم وفق ما نشر عن مصدر إخباري. ومعنا عبر الهاتف الدكتور معن المبروك. سيد معن، هل تسمعني؟ يبدو إذن نواصل الأخبار، حيث قال مصدر إعلامي من مجلس شورى ثوار بنغازي الاثنين أن مدفعية المجلس استهدفت تمركزات تابعة لقوات مجرم الحرب حفتر في محور الفكعات غربية بنغازي. المصدر أفاد للتناصح بانفجار 3 ألغام أرضية إثر محاولة قوات مجرم الحرب حفتر التقدم من المحور ذاته، مضيفا أن الطيران التابع لما يعرف بعملية الكرامة نفذ 4 طلعات جوية وطلعتين جويتين للطيران الأجنبي حسب المصدر. يذكر أن المحور الغربي لمدينة بنغازي يشهد اشتباكات عنيفة بين شورى الثوار وقوات مجرم الحرب حفتر بعدما أعلنت قوات الأخير انطلاق ما أسمته عملية تحرير بنغازي الأسبوع الماضي. قال مصدر مطلع من مدينة بنغازي إن طائرة تابعة لقوات مجرم الحرب حفتر قصفت مواقع للثوار بمنطقة قنفودة ومحور القوارشة. المصدر أكد أنه تم ملاحظة طيران تابع لقوات مجرم الحرب حفتر يقوم بطلعات ليلية استطلاعية دون أن يستهدف أي مواقع. الجدير بالذكر أن مجلس شورى ثوار بنغازي استعاد السيطرة على العديد من المناطق التي كان قد انسحب منها في محاور غار يونس وقنفودة.
أكد مصدر من مدينة بنغازي خبر استشهاد لاعبي كرة السلة والمنتخب الوطني محمد كويدير إثر قصف طيران مجرم الحرب حفتر في منطقة سوق الحوت ببنغازي. المصدر ذاته أكد أن محمد قضى أثناء إصابته رفقة أربعة آخرين جراء القصف من طيران تابع لعملية الكرامة في بنغازي. يذكر أن كويدير من مواليد بنغازي 1986 وهو أحد لاعبي فريق كرة السلة بنادي الأهلي بنغازي والمنتخب الوطني، كما احترف فريق كوفي بار ريفاز الأسباني. عموما شوف المحاولة كانت جريئة جدا من محمد كويدير. سوء حظ كان في هذه اللحظة. نلعب في آخر 59 ثانية. وبالعودة إلى خبر توريد الأدوية إلى مستشفى إلى مدينة مصراتة، معنا علي المحجوب رئيس لجنة توفير الأدوية عبر الهاتف. سيد علي المحجوب، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك وشكرا لكم ولقناة التناصح على الاهتمام بتوريد الأدوية، خاصة في هذه الظروف التي يخوض فيها أطفالنا الحرب ضد الدواعش في تركيا. لو وضحت لنا أكثر حول عملية توريد هذه الأدوية سيد علي. هذه الأدوية هي كانت عبر تشكيل لجنة من قبل حكومة الإنقاذ الوطني لتشرف على توريد الأدوية والمستلزمات التي تعاني أو يعاني منها قطاع الصحة نقصا فيها، خاصة مستشفى الطوارئ والمستشفى الميداني والمستشفيات القروية في منطقة مصراتة والتي يتوافد عليها الجرحى والمصابين نتيجة الحرب ضد الدواعش التكفيريين في مدينة كرك. وبالتالي صدر القرار بتأسيس هذه اللجنة. قامت هذه اللجنة بتعاقدات لغرض توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، قامت بتوفير شحنة من المستلزمات، ثم عقبتها خلال أيام شحنة من المضاد الحيوي ومواد التخدير الطبي. بالأمس تم توريد شحنة أخرى من المستلزمات لأن هناك استهلاك وسحب كبير للمستلزمات من المستشفى القروي والمستشفيات القروية والميداني والمستشفى الطوارئ، وسوف يتم خلال الأيام القادمة إن شاء الله اليومين القادمين توريد شحنة أخرى من المضاد الحيوي أيضا والبلاستين والمثبتات الخارجية. طالبتم جميع الجهات بالتواصل مباشرة مع جهاز الإمداد لاستيفاء احتياجاتهم. نحن خاطبنا رئيس اللجنة، خاطبت جهاز الإمداد الفرع الوسطى هو يتواجد المخازن بمنطقة بمدينة مصراتة، خاطبناه بموجب رسالة توضح أن هذه الأدوية هي تخص أو يتم توزيعها للمستشفى الطوارئ والمستشفى الميداني والسرية الطبية وأيضا المستشفيات القروية، مستشفى قصر أحمد ومستشفى زاوية المحجوب، إضافة إلى مستشفى الأورام بمنطقة مصراتة باعتبار جرح، وأيضا أن مستشفى الأورام حقيقة قد قدم كل ما عنده في البدايه للمستشفى الميداني اثناء ما كان يعاني من نقص. ايضا عندنا بعض العيادات المجمعه التي ساهمت او تساهم في تمويل المستشفيات القرويه خلال الفتره الماضيه. هذه الجهات هي التي تختص اللجنه بتوفير الادويه والمستلزمات لها، وفي سبيل توفير هذه المستلزمات والادويه لثواننا الابطال في مدينه والذين يخوضون هذه الحرب. وبالتالي لا نريد ان تكون هذه المستشفيات تعاني من اي نقص او حاجه لاي مستلزمات او ادويه طبيه من الممكن ان تعيق اسعاف صورنا الابطال. هل هناك شحنات جديده ربما يتم توريدها الايام القادمه؟ نعم سوف يتم خلال الايام القادمه، خلال اليومين القادمين نعمل حاليا على توريد شحنه من المضادات الحيويه وايضا المخدر، وايضا هناك شحنه بدانا في اجراءاتها اللي هي تتعلق بالبلاتين والمثبتات الخارجيه، لان من خلال المراجعه لبعض المستشفيات وخاصه المستشفيات القرويه لاحظنا ان هناك بعض الاطباء يقومون بعمليات جراحيه للمصابين، وان المصابين عندما وجدوا اطباء ووجدوا امكانيات بعضهم حتى عزف عن الخروج لدول اخرى لغرض تلقي العلاج، خاصه مع ما يعانيه او
ما يعانيه الجرحى في تلك الدول من مصاعب تتعلق باقامتهم او بحصولهم على العلاج، وبالتالي اصبحوا يفضلون البقاء في او تلقي العلاج في هذه المستشفيات. سيد علي المحجوب رئيس لجنه توفير الادويه المشكله من قبل حكومه الانقاذ، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. ناشدت مجموعة من العمالة الوافدة من جنسيات مختلفة والعالقة في مناطق الاشتباكات بمنطقة جنفودة ببنغازي، ناشدت جميع الجهات السماح لها بالخروج الآمن ومغادرة البلاد بسبب القصف بالمدفعية والطيران الحربي على المنطقة. أنا محمد بلال بنغلاديش، أنا 4 سنة أكثر هنا قاعد جنفودة، أنا شغل هنا عمل، أنا مسكين، أنا بابا ماما هذه بنغلاديش، هذه هنا جاي هنا كل بنغلاديش جاي، تو 4 سنة مدير، 2 سنة أكثر ما فيش جاي جنبودا مدير، أطلع مدير مخزن في هنا كل أي مكان في هوش في مدير، أنا هذه أمانة كل، تو 2 سنة حرف واجد، أنا ما فيش أطلع، أنا كل طريق ما فيش، كل طيارة على طول، ضرف دبابة صاروخ رصاص على طول، أنا أكل ما فيش، منجرية ما فيش، مية ما فيش، داي ما فيش، 2 سنة أنا كل أي حاجة مشكلة، دواء ما فيش، صيدلية ما فيش، كل مستشفى ما فيش، أنا هنا مشكلة واجد، أنا أطلع بنغلاديش على طول، أنا بابا ماما كل ميدوم بامبينو في، أنا على طول إبري بنغلاديش هذه، طبعا هو على طول كلم تعال بنغلاديش، انا مدير قول صبر ان شاء الله، اسبوع اسبوع على طول كلم ان شاء الله، بلاد كويس الحمد لله، انت ما فيش خوف ما فيش خوف، مدير على طول كلم، مدير ما فيش قاعد هنا، مدير تركي قاعد، انا ليبيا خلاص، ليبيا حرف على طول، هذه 2 سنه واجد حرف هنا ما فيش. قال مصدر من غرفه عمليات تحرير جدابية إن قوات الغرفة قامت بقصف تمركزات قوات ما يعرف بالكرامة في المدينة. المصدر أكد أن دبابة تابعة لقوات غرفة عمليات تحرير جدابية استهدفت تمركزات قوات مجرم الحرب حفتر بين البوابة الجنوبية وقوس طريق جدابية جالو، مؤكدا أن الإصابات كانت مباشرة. يشار إلى أن قوات غرفة عمليات تحرير جدابية مدعومة بسرايا الدفاع عن بنغازي سيطرت اليومين الماضيين على عدة مناطق جنوب المدينة بما فيها حقول نفطية. نفى مسؤول المكتب الإعلامي بمجلس شورى مجاهدي درنا محمد المنصوري ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن تسليم أسلحة المجلس أو أفراده لأي جهة، وقال المنصوري أن المجلس عندما تفاوض مع السيد عبد الباسط قطيط جلس معه باعتباره طرفا محايدا يقود مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة 15 يوما. المنصوري أضاف أن الحديث مع قطيط كان بخصوص درنا وحول بعض النقاط، منها أن تكون الهدنة في المدن الثلاث وأن يتوقف القصف الجوي عن درنا وتفتح الطريق ويعامل أهل المدينة باحترام في بوابات أتباع ما يعرف بالكرامة وأن يفرج عن كل المساجين من مدينة درنا. حددت دار الإفتاء الليبية مقدار زكاة الفطر لهذا العام من القمح ومشتقاته باثنين كيلوغرام وربع، ومن الشعير والتمر 2 كيلوغرام، ومن الأرز 2 كيلو و300 جرام. دار الإفتاء أضافت في بيان لها أن القيمة النقدية لزكاة الفطر في هذا العام هو 4 دينار ليبي، مؤكدة على وجوب إخراجها على كل مسلم قادر، وذلك من غالب قوت أهل البلد. دار الإفتاء سألت المولى عز وجل أن يتقبل الله سبحانه وتعالى الصيام والقيام وأن يعيد الشهر علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. ومعنا عبر الهاتف الشيخ طلال الدريبي مدير إدارة الفتوى بدار الإفتاء، مرحبا بك شيخ طلال. اهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالساده المشاهدين جميعا. شيخ طلال، ربما الملاحظ الذي يلاحظه الجميع ان مقدار زكاه الفطر لهذا العام
يعني بلغ رقما ربما أو قيمة عالية عن السنوات الماضية، يعني 4 دنانير عن الشخص الواحد. ما سبب يعني أو كيف تم تحديد هذه القيمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وموالاه، أما بعد أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد بفضل الله عز وجل وبمنه وكرمه قامت إدارة الفتوى والبحوث بتكليف لجنة للذهاب إلى السوق والنظر في أسعار الأقوات الموجودة في البلد، وكان على رأس هذه اللجنة الشيخ الفقيه العلامة الشيخ أحمد الكوحة ومعه مجموعة من المشايخ والباحثين الشرعيين، حيث ذهبوا إلى الأسواق التي تبيع الأقوات أقوات الليبيين بالجملة ونظروا في الأسعار. نظرا لارتفاع الأسعار جاءت قيمة الزكاة مرتفعة في هذا العام. نعم. وكانت قيمتها 4 دنانير. نعم القيمة 4 دنانير. نعم. طيب زكاة الفطر يعني هل تجب على كل شخص؟ يعني ما معنى كل شخص قادر؟ نعم طبعا تجب على القادر وللمراد، يعني إذا كان الإنسان لا يقدر على إخراج زكاة فلا تجب في حقه الزكاة، وإن كان فقير فإنه يخرجها من زكاة الفطر التي أعطيت له. يعني حتى الفقير إذا كان لديه قوت يومه في ذلك اليوم عليه أن يخرج هذه الزكاة. نعم نعم. له أن يأخذ زكاة الفطر وعليه أن يخرج زكاة الفطر. إذا حتى الفقير الذي يأخذ زكاة الفطر عليه إخراجها. شيخ طلال. نعم. شيخ طلال الدريبي. نعم نعم. شيخ طلال الدريبي مدير إدارة الفتوى بدار الإفتاء، شكرا لك على هذا التوضيح، كنت معنا عبر الهاتف. دعا مفتي الديار الليبية فضيلة الشيخ الصادق الغرياني في برنامج الإسلام والحياة على قناة التناصح إلى تنفيذ أحكام الحرابة عبر النيابات والقضاء، مضيفا أنه طالب كل الجهات في الدولة إلى تنفيذ هذه الأحكام. تنفيذ الأحكام كنا نتمنى ألا يتم إلا من خلال الجهات المعتمدة لذلك، وهي النيابات والقبض من مراكز الشرطة وحكم المحاكم، هذا الذي كنا ندعو إليه ونتمناه، وهو الذي يحد من الفوضى ومن سفك الدماء ومن الهرج والمرج. وقد طالبت بهذا الحكم الذي نفذه الآن كما ذكرت للدعم أو الإسناد أو غيرها من هذه المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية، طالبت أن ينفذ هذا الحكم، حكم الله عز وجل، في القطاع الطرق في المحاربين مرارا وتكرارا سرا وعلانية. طالبت حكومة الإنقاذ ووزارة العدل ورئاسة المؤتمر الوطني العام، وأعلنت ذلك في خطابات يعني علنا على الناس. وطالب فضيلة المفتي جهاز الدعم المركزي والإسناد بالضغط على مجلس القضاء الأعلى لفتح المحاكم المستعجلة وتنفيذ أحكام الحرابة. فرقة الدعم والإسناد عليها بدل أن تقوم بهذا الأمر بنفسها أن تتجه إلى مجلس القضاء الأعلى وتضغط عليه بكل الوسائل الممكنة ليشكل هذه المحاكم في نطاق القانون، حتى لا يؤخذ عليهم بأنهم يعني يفعلون أعمالا خارج القانون وربما يسائلون فيما بعد. ما قاموا به من تطبيق الأحكام، تطبيق الأحكام واجبة، لكن يجب عليهم أن يتجهوا إلى مجلس القضاء الأعلى ويضغطوا عليه بكل الوسائل الممكنة، بحيث هو الذي يقوم بهذا المهمة لا هم أنفسهم يقومون بها. كما دعا فضيلة المفتي أهل ليبيا للتجرد والتبرؤ من المجرمين والظالمين وعدم الدفاع عنهم حتى لا يحملوا وزرهم. وندعو كل أهل ليبيا أن يتجردوا هكذا ويتبرؤوا من الظالمين، لأن المسلم يجب عليه أن يتبع الحق أينما كان ولا تأخذه فيه لومة لائم،
ولو كان من على الباطل ابنه أو أخاه يجب أن يتبرأ منه اقتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فما ليس هناك مثل فوق هذا المثل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حاش ابنته أن تسرق، ولكن ضربه مثل لنا ليكون أسوة وقدوة لنا. فمن كان عنده شخص من أسرته أو من قبيلته أو من جهته يعلم أنه مجرم ويرتكب يعني فساد وبغي وضلال وسرقات وعدوان واعتداء، يجب عليه شرعا أن يتبرأ منه، ولا يجوز له أن يدافع عنه، لأنه بدفاعه عنه وبتستره عنه يكون مثله. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل. إيقاف 100 مهاجر غير شرعي في مصراتة من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمدينة. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. يمكنكم متابعتنا على facebook.com/tanasah tv أو على twitter.com/tanasah tv، أو يمكنكم مشاهدتنا على قناتنا في اليوتيوب مؤسسة التناصح، أو يمكنكم التواصل على التليجرام تناصح TV. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. أهلا بكم مجددا. أوقف جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة مصراتة أوقف الاثنين ما يقارب 100 مهاجر غير شرعي. جهاز مكافحة الهجرة بالمدينة ذكر أنه أوقف شاحنة كانت قادمة من مدينة بني وليد تحمل بداخلها ما يقارب 100 شخص من دولة إريتريا. كما ذكر الجهاز أنه تم نقل المهاجرين إلى مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمنطقة الكراريم شرق مصرات. يذكر أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة مصرات قد رحل العام الماضي ما يقارب 100 مهاجر غير شرعي إلى السنغال بالاتفاق مع سفارة بلادهم في تونس. وفي خبرنا الأخير اخترنا لكم اجتمع عميد وأعضاء المجلس البلدي صبراتة مع مسؤولين بمكتب أوقاف صبراتة وخطباء المساجد بالمدينة. وقال المكتب الإعلامي للمجلس البلدي صبراتة أن الاجتماع تركز على سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية من الشواطئ الليبية. وأوضح المكتب أن المجلس البلدي طالب خطباء المساجد بتكثيف الخطاب الإعلامي للتوعية بخطورة جرائم تهريب البشر وأثرها على المجتمع ودور العائلة والقبيلة في الحد من هذه الظاهرة. الجدير بالذكر أن المنطقة الساحلية الممتدة من زوارة غربا مرورا بصبراتة وحتى الزاوية شرقا تعد من أكبر نقاط تهريب البشر نحو أوروبا في منطقة المتوسط. وإلى العناوين. سلاح الجو التابع لقوات الثوار ينفذ 10 غارات جوية على مواقع ما يعرف بتنظيم الدولة في سرت، وقوات الثوار تتقدم نحو حي 700. مدفعية شورى ثوار بنغازي تستهدف تمركزات قوات مجرم الحرب حفتر في محور الفكعات، وطيران مجرم الحرب حفتر يقصف مواقع تابعة للثوار بمحور القوارشة وقنفودة.
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لهذا العام بأربعة دنانير ليبية عن الشخص الواحد. وتابعتم أيضا جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمصراتة يوقف 100 مهاجر غير شرعي. أما الآن فنترككم مع جولة في أحوال الطقس.